حضرت. لم تقضي شهور قليلة إلا وتحرك الشعب المصري كما هي العادة ليحافظ على أقدم دولة في التاريخ، الدولة التي تأسست على يد الملك مينا 3200 سنة قبل الميلاد، الدولة التي دافعت ودافع أول جيش أسس في 1150 الجيش الحديث في زمن أحمس الذي طرد الهكسوس. مصر في كل اللحظات وفي كل التواريخ المتعددة كانت دائما بشعبها وجيشها قادرة على الحفاظ على الدولة المصرية وقادرة على الحفاظ على الهوية المصرية التي لم تتغير ولم تطمس حتى في كل الأزمنة. جاء الفرس، جاء اليونان، جاء الإغريق، جاء العثمانيون، جاء الإنجليز، جاء الفرنسيين، لكن مصر بقيت مصر بهويتها بحضاراتها. الشعب المصري حافظ على هويته، وكان جيش مصر الذي أسس في العصر الحديث في زمن محمد علي الذي لم يستطع أن يؤسس جيشا من الأرناؤوط، ولكنه لجأ إلى الشعب المصري حتى عندما أرسل بعثات من الأتراك ومن الأرناؤوط إلى الخارج، لكنه رأى أن الشعب المصري والأفراد المصريون هم وحدهم القادرون على استيعاب العلم والقادرون على التفاعل مع حضارات الآخر. مصر على مدى أزمنة طويلة كانت دائما هي القوة الحاضرة الغائبة في مجرى التاريخ وفي كل المعادلات الإقليمية والدولية. حضرت أقوى موقع فني في مصر.